الهندسة المعمارية الخشبية في الصين تشبه نمو الشجرة. تعد روافد السقوف الصينية المعروفة باسم الدوكونغ الأكثر تعقيدا، ومن جانب آخر هو الأبسط. أحدها الدؤو يبدو كوعاء الأرز، والآخر قم القوس. يتم وضع قم على دؤو، ثم وضع الدؤو على قم، ثم يتكرر الأمر. الهياكل كلها من نسيج واحد، لكن تصميم الشكل يتغير باستمرار. عدد أشكال روافد السقوف الصينية دوكوم أكثر من 30 شكلاً، وتسجل في فنون الأعمال الهندسية لأسرة تيم الملكية. إن دو يحمل قم، وكذلك قم يحمل دو آخر، ما يجعل القصور مثل الشجرة الشاهقة في امتدادها وثباتها. إذا قمت بإزالة جميع جدران المباني الصينية سيظل ثباته. روافد السقوف الصينية دوكوم كل طبقاتها امتدت مفتوحة من خلال تمرير قوة السقف الكبير وصولا إلى الأعمدة لدعم المبنى الخشبية. تغير هيكل المبنى خلال عهد أسرة تشين الملكية، تصبح الدوغون أروع وأجمل لتكون جزءا من الزخرفة المعمارية. كانت مطلية بالألوان الثقيلة المتنوعة لإظهار الجمال الرائع للهندسة المعمارية الخشبية في الصين. تعتبر عدد روافد السقوف الصينية دوكوم رمزا لتقسيم صنف المبنى. كلما زادت طبقات دوكوم كانت درجة البناء أعلى. تعتقد القوانين الهندسية الحديثة أن أي نظام هندسي متحرك لا يمكنه الثبات إذا كان أعلاه وأسفله غير ثابت، ولكن ظل قصر تايخو مستقرا لأكثر من 300 عام. حتى عندما حدث زلزال تعرض للاهتزاز لكنه لم يتأثر. هو النقر واللسان تتناسق مع بعضها البعض، وأيضا تترك فضاء لبعضها البعض. هذا الفضاء الموجود بين قطع الخشب وأيضا بين القلوب بشكل غير مرئي. لا تحمل دوكوم العارضة فحسب، بل هي تمثل علم الفيزياء وعلم النفس والفلسفة للعمارة الصينية.